ما شاء الله، هذا بدون سوسو، هذا هو يحتاج سكر، سكره قليل بالسكر ده. ايه خلاص، لحظة قوي هذا، ها هاي خلاص شكرا. بسم الله نبدأ يا أستاذ. شغلت يا شيخ البث؟ هاي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن هنا سيتكلم المصنف عليه رحمة الله على مسألة جديدة، وهي مسألة فقدمنا الإشارة إلى أن يشترط في العلة أن يكون وصفا ظاهرا منضبط، صحيح؟ لا بد أن يكون وصف ظاهر منضبط، إذا لم يكن ظاهرا لم يناط به الحكم، صح؟ كالخفي، قول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، لا يصح أن يناط الحكم بالتراضي لأنه أمر خفي لا اطلاع لنا عليه. والعلة علامة صحيحة ولا دليل؟ هل يمكن أن يكون الدليل خفي؟ هل يمكن أن يكون الدليل خفيا؟ طبعا لا يمكن أن يكون الدليل خفي. الشافعي لم يعلل بالرضا، علل بما يدل على الرضا، وهو ماذا؟ الصيغة، ها؟ الصيغة، العقد، ولا ينعقد البيع بالمعاطاة خلافا لمالك. أما أيضا يشترط في الوصف أن يكون منضبط، فإذا لم يكن منضبطا علل الحكم، علل بماذا؟ بالمظنة التي هي منضبطة، صح أو لا؟ مثلا العلة في مشروعية قصر الصلاة وجمعها، المشقة، صحيح أو لا؟ المشقة، إذا لم توجد المشقة كان قطع المسافة كرامة، سافر في السفينة مرتاح كأنها بيت، ولم توجد مشقة، مو الخلاف، ولا صح؟ يعني الحكم يناط بالمظنة، وهو نفس السفر، قطع المسافة، لأن يعني قطع المسافة مظنة لماذا؟ للحكم، صح ولا؟ أي محل يظن منه وجود العلة، محل يظن منه ماذا؟ وجود العلة. هذا يقول سيدي عبد الله في مراق السعود حاكيا الخلاف، قال: وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف، يعني في خلاف معروف، اكتب هذا البيت، ما رجح شيء، شيخنا رجح صح هنا. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف، في ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف، يثبت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف، يعني خلاف معروف عند من؟ عند الأصوليين. طيب ايش قال عندك؟ مظنة له، نعم، يكون هو العلة مثل الشافعي،
لما رأى أنه لا يصلح أن يناطي الحكم بالرضا النخبي، أن يناطي الحكم بما لا يلزمه، ما يدل عليه، وهو العقل، لأنه منضبط. ليس العلامات، لأن العلامات لا تنضبط، صح؟ الإمام مالك اكتفى بالقرائن، الإعطاء مع التبسم وعدم وجود إكراه، كان هذا كله يدل على الرضا. الشافعي ما اعتبرها لأنه غير منضبط. لهذا اشترط الشافعي العقد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، جعل اللسان دليل على ما في القلب. تواصل مع هذاك اللي بيجون، كم منهم؟ ثلاثة وكم؟ أنا أقل أزهري. هم قالوا زيارة صح؟ أيام قال صح؟ ربما زيارة للتعرف لعلها. ربما يريدون دورة، أن بهذا ما في دورة. احتمال يريدون دورة، والله أعلم. يفرغ. ومتى نعوض هذا الدرس؟ مساء. بنفكر، بنشوف، نشاور عشان نستريح جيدا. كيف ترون انتم؟ اهم شيء الجوهره يستمر. كم متحمسين للجوهره صح؟ عجيب. اليوم حضرهم ينعسون قليلا. طيب نشوف، يمكن نحول أن نطول في كرة العين في المساء وفي الليل، ونضيف في النحو، يكون الدرس إلى 5:30 أو 5:45. يعني هذه الساعة نفرقها. كيف؟ هكذا أفضل؟ كيف؟ ممكن؟ ممكن إن شاء الله. أيوة، هو الاثنين القادم صح؟ تمام. أيوة، بسم الله. أو نقرأ بالنحو فقط، ممكن النحو فقط نصف ساعة. كيف؟ قصير إلى السابعة، بعدين استراحة 3 ساعات ما شاء الله. بعد الفجر هذا بركة. في حضرمون درست النحو بعد الفجر في سيئون وفي دريم. مبارك. على الأقل نخفف النحو فقط. كيف؟ النحو فقط، وكرة العين يكون وقتها نزيد فيه قليل. هذا جميل صح؟ أيوة. إنهم يريدون أن نكمل لهم المنصوبات. أيوة. في وجود العدبة صح. نعم، إذا كل من وطئ، ما هو العلة في وجوب الوطئ؟ في وجوب العدة؟ هي براءة الرحم صح. الوطأ مظنة لي انشغال الرحم صح ولا؟ فلهذا كل من وطأ وجب ايش؟ كل زوجة وطئت بغض النظر عن كوني أمنى أم لم ينمي، قذف أم لم يقذف، يجب عليه ماذا؟ تجب العدة، لأن الوطأ مظنة للحمل. والعدة شرعت هي عبارة عن مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أيوة. بمظنتي، يعني لما خفي، يعني كان خفية، خفي يعني هل تحمل أم لا؟ خفي، هل يمكن نتحقق بأن حملت من هذا الوطأ؟ صعب صح؟ صحيح، حتى نقول يجب العدة، هل يمكن أن تحمل؟ لكن الوطأ مظنة صح ولا؟ فنطن الحكم بالمظنة وهي الوطأ. نعم. وأيضا مثل البيع صح ولا؟ الرضا خفي صح؟
أناط الشافعي بالصيغة وهي العقد، واضح؟ وأيضا هذا واضح حق مسألة عقد النكاح في غاية الوضوح، صحيح ولا؟ نعم. فأنت صنعت القهوة، شربها، تبارك منها، يعجبك القهوة، ما في نوم بعدين، ما بينام بعدين. بعدين النوم تيد أداء. أيوة كمل قايش. وكسب لمنصوبة التي ترخص، هذا غير منضبط المشكة. المشكة ليست خفية، تظهر بالعلامات، صح، ولكنها غير منضبطة. مثلا أنا مثلا إذا ركبت في الوراء سأتعب أقل ممن بالأستاذ مهدي. كيف أستاذ مهدي؟ أنت متعود على الركوب في السيارة في الوراء، في اللاند كروزر، متعود. أنا قد ركبت. إذا لم تتعود. أنا تعودت مرات. أنا لا أتقايأ، الحمد لله. السيارة فوق، فأتعرف لاند كروزر محمل وفي فوق يعني. وفي موريتانيا نركب 20 هكذا كلهم 20، هذا هو بدوي صح، 20 شخص. أيوة تحت الشمس. كيف؟ في الصحراء. في الصحراء ساعتين بس أشد. هذا أنا مرة ركبنا من الغيضة، ما في اسفلت، من الغيضة إلى كشن 6 ساعات فوق، وطريق جبلية أكثر على السيارة في الهود كروزر فوق، وحق أبي ركب في الأمام ركاب لأجل المال يدفعون، قال تركب فوق. ركبت أنا واحد آخر ماسكين بالحبل، يدي هذا كلها تشققت من المسك بالحبل، من شدة المسك بالحبل. والآن صارت سفلت، فأول ما كان سفلت كانوا يسمونها عقبة الله أكبر. 6 ساعات في طريق هكذا، أقول هكذا يهتز السيارة من شدة الحفر. لاند كروزر يمشي، غير لاند كروزر لا يمكن أن يمر. حفر مثل هذه حفر أحيانا بوم. ما إذا رأيتها طريق جبلية، جبل وعر، ليس أسفلت ولا شيء، كله حفر حفر. نعم. الهيلوكس لا يمر، يمكن يمر هذا من حاجة مودة يمر، هذا الكبير رأيته ذاك فورد، هذاك يمر، أو لاند كروزر هذا المرتفع. بقية السيارات لا يمكن يمر، مستحيل، طريق تنكسر، سيارة تنكسر لا تطيق. فما شاء الله. أظن إذن المشقة تختلف من شخص إلى شخص، صح ولا؟ أظن الثانوي سيتعب، صح؟ كيف يا ثانوي ستتعب؟ أنت متعود في الصعود في السيارة في الطريق الوعر؟ غير متعودة. الشيخ باب نولة غير متعود، سيتعب الشيخ مع الحر ومع الشمس. مرة ركبنا في الوراء في البادية، صح، في البادية قريب 10 ساعات، بس كنت صغير ذاك الوقت، كنت صغير جدا. ومرة تعطلت سيارة، مشينا على الأقدام، تعطلت بنشر لأن الجبل قوي، جاءها حجر حاد شق العجلة، شقها شقا. هنا لا يوجد طريق مثل هذا، ما يوجد جبلي، ما في ولا صحراء. يا أستاذ خسران، صحراء ما في جبلي هنا، جبل طريق جبل صعود، لكن طريق جيدة. هل ساكنين فيه؟ لماذا لا يفعلوا مناطق سياحية هنا مثل إندونيسيا؟ فعلوا مناطق سياحية في المناطق الجبلية وفيلا وجميل هنا، مكان بارد، يكون بارد هناك، صح؟ فيه فندق هناك وكل شيء؟ ماشي سياحي ما فيه؟ موجودة؟ أما هذا باتوا فيه، باتوا هناك في كهوف، باتوا أو شيء.
باتو في ماليزيا اسمه باتو، منطقة منطقة قالوا سياحية فيها مثل الكهوف. موجودة؟ نعم أيوة ماشي. قالش إذا انشاد يختلف باختلاف الأشخاص المشقة، صح؟ تحملا وغيره. إذا لا ينضبط، صح؟ لا ينضبط من شخص إلى شخص، لهذا أنيط بقطع المسافة هو السفر. فكل من قطع المسافة ترخص، واضح؟ كل من قطع المسافة ماذا؟ ترخص، يعني جاز له أن يترخص. أيوه. أنيط الترخص بمظنة، يعني مظنة. المظنة هي ما يظن منه وجود الشيء، مثل قول المحدثين سن أبي داود مظنة الحسن، أي يظن فيه وجود الحسن. قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود، أي في السنن، يعني في سنن أبي داود. هذا في الفيت العراقي، حافظ العراقي في الألفية. كيف اسم المكان؟ ما فعلها. نعم، المكان الذي يظن منه وجود الشيء. طلب العلم مظنة العدالة، هكذا ليس كذلك يا سنوي؟ صحيح، إن شاء الله صاحبك شعار ربما غدا يأتي. صح، قال القطبان حق الحلقة، قال السنوي وشافعي. مرة أخذتهم من البول عرفت أنهم بدوا شوية، فيه بداوة قليل، صح؟ قليل صحيح ولا؟ وقعوا في أخطاء قليلة، أنا لا بأس، لا بأس شوية تطورت، يعني كنت بدوي وما زلت بدوي ولكن قليل في تحسن يعني، صحيح ولا؟ وروح الطالب قال شيخ يقولوا لي أنا بدوي، قلت لهم كلهم أنا شيخ البدو، قلت لهم كلهم أنا شيخ البدو لا تبالي، أنا أبو البدو كلهم. في هذا في العرب يفتخرون بأنه بدوي، صح ولا؟ في الأردن صح؟ أيوة يفتخرون عندهم فخر، بدوي هذا رجل بدوي. عندهم هؤلاء الحضاريين أخلاقهم صارت، صح؟ الرجولة وهذه ضعفت فيهم، ليسوا مثل أصحاب الأرياف ما شاء الله، كما يقولون من طول ليس من طب، من طول أبلغ، أبلغ من من طب. لا تعرفونها أنتم؟ لا تعرفون من طول؟ قالوا لي الطلاب أبلغ من من طب. نعم أيوة مشي. قال إيش؟ قد يكون يقينا كالملك في ماذا؟ كالملك في البيع، هذا يقيني. احنا قلنا هذا المقاصد الشرع، شوف مقاصد الشريعة جاءت هنا، اي مقصد اللي ذكروه الان علم المقاصد ماخوذ من مسلك المناسبة، ما هو شيء جديد، كله من مسلك المناسب. اللهم انهم توسع في اكثر، الشيخ ابو اسحاق الشباطي توسع في اكثر. هذا الذي الشرع لما يشرع لأجل تحصيل مصلحة وترى مفسدة، هذا المقصود قد يكون تحصيله يقيني، قد يكون ظني، قد يكون يعني بين وبين، يعني 50% 50% يحصل أو لا يحصل. فاليقيني مثل الملك في البيع قطعا، الشارع شرع البيع والصيغة، صح؟ لتحصيل الملك، صحيح ولا؟ الملك عند وجود الصيغة وتوفر الشروط في البائع والمشتري يحصل ملك ولا يحصل؟ يحصل قطعا بمجرد الاتيان بالصيغة والانتهاء منها، كما يقول الإمام الحرمين، بمجرد الانتهاء من أوله وقيل من آخره، خلاف ذكره إمام الحرمين في نهاية المطلب في رواية المذهب. أنا قاله الشيخ سليمان الجمل في حواشيه. نعم أيوة كمل. لأن هو المقصود من شرع البيع، المقصود من شرع البيع ما هو؟ الملك. ما هو الملك؟ هو التصرف في الذوات، الملك هو التصرف في الذوات، تصرف في الأمر والنهي أم لا، إذن هذا هو الملك، هو التصرف في الذوات، سواء تصرف في الأمر والنهي أم لم يتصرف في الأمر ماذا والنهي.
يعني انه لا فرق تصرف في الامر والنهي ام لم يتصرف. هذا هو تصرف الامر، هذا هو الملك. الملك لا، الملك التصرف في الامر والنهي. لهذا الملك ابلغ من المالك، الملك ابلغ من المالك. الملك عنده الامر والنهي، المالك يتصرف في ليس له الامر والنهي. نعم. إذن قالك هنا، إذن الملك حاصل صح يقينا، هنا المقصود الشرعي حاصل يقينا. أيوة كمل. أو إيش ما القصاص في القصاص؟ ما هو المقصود من شرع القصاص؟ الشارع شرع عن القصاص إذا وجد القتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد يجب القصاص، صح أو لا؟ ما المقصود من مشروعية القصاص؟ المقصود من مشروعية القصاص هنا، المقصود من مشروعية القصاص هنا هو الانسجار، أن ينزجر. طبعا الزجر لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بالقصاص. هل الغالب في الناس أنهم ينزجرون؟ نعم، نجد من يقتل مع علمه أنه يقتل، صح؟ نجد، موجود أو غير موجود؟ إذن ليس قطعي، يعني ليس 100% فيه، لكن هذه النسبة قليلة، يعني أدون من 60%، صحيح ولا؟ يعني إذن ما هو الغالب؟ ما هو الظن؟ الغالب والظن أنهم ينزجرون. الغالب أن من علم أنه إذا قتل قتل أنه ينزجر، يعني يكف لا يقتل، هذا الغالب صح. ولهذا لو كان مقررا غالب الناس، وهذا نجد أن الذين يقتلون النفوس المحرمة نسبتهم في الناس أقل من 50%، صح أو لا؟ أقل من 50. لو كان كل من قتل لا يقتل صار فوضى، صح؟ إذن هنا مشروعية القصاص للزجر عن القتل حصل مقصود منها غالبا أو مرجوحا أو 100%؟ راجحا، غالبا هو ظن، الظن. ولكن الذي يقتل ويعلم أنه يقتل موجود. نعم. هناك من لا يبالي يقتل ويعلم أنه سيقتل. أيوة. مقدمين عليه، الممتنعين أكثر ممن يقدم على القتل مع علم أنه سيقتل. إذن حصل مقصود منه، لكن ماذا؟ ظنا، وليس إيش؟ وليس يقينا. أيوة. يعني كلاهما 50-50. المقصود من شرعية الحكم الانزجار، قد يكون الانزجار وعدم الانزجار 50-50، مثل شرب الخمر. واضح. نجد ايش نجد؟ هم ليس الممتنعين اكثر، كثير من الناس يشربون الخمر ولا يبالون بالحد. ايوه. اما سواء ايوه كالانزجار في حد الخمر، في شرب الخمر. الان هل الناس في شرب الخمر الغالب يمتنعون بسبب الحد؟ هي لا، نجد كثير يشرب ولا يبالي بالجلد، لكن ليس غالب وليس قليل ايضا، صح؟ يعني 50-50، هناك من ينزجر وهناك من لا ينزجر، 50-50. أنا شاربي الخمر كثير موجودين. أيوة. متساويان، ليس في مراجح. هل في هناك أكثر الذين لا يمتثلون؟ لا. أو الذين يمتثلون أكثر؟ لا، بالتساوي. بخلاف القصاص نجد غالب الناس لا يجرؤ على أن يقتل النفس المحرم. أيوة. فيما يظهر لنا واضح، إنهم يستويان فيما يظهر. أو مرجوحا لأرجحية ليش الانتفاء، يعني مرجوح، صح أو لا؟ قد يكون المشروعية فيها مرجوح وليس راجح، يعني الذي ينتفي قليل، أقل من الذين إيش؟ الذين يمتنعون أقل من الذين إيش يقدمون، الذين يقدمون أكثر، هذا عكس. نعم. أيوة. كالتوالد في الكاهن آلسة،
شوف ها، هذا التوالد في نكاح الآسي آيسة. الآيسة الآن، المرأة الآيسة التي بلغت سن اليأس، قيل 50 وقيل 70 وقيل 80، المرأة التي بلغت سن اليأس لا تحيض. ها؟ لا لا لا، في نكاح أي الآيسة. الآيسة ليش أنت عندك النسخة؟ إيش قال أمة ليش التي؟ لا 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 لا، إذا كانت غير آيسة راجح أو 50-50. لا، إذا نكاح الآيسة مثلا، نفرض أنا أسنوي نزوج امرأة آيسة وصلت 60 سنة، آيسة مثال، مجرد مثال، كيف بتزوج امرأة عمرها 60 أو 55؟ ها؟ كيف؟ ما تتزوج؟ خلاص أنا بزوجك أمي، أمي عمرها الآن 57 سنة، أمي أنا، أمي ما شاء الله قد عرضتها على كمين واحد. أمي الآن أرملة، والدي قد توفي، عمرها 58، لو تزوجتها هل في أمل أن يكون تلد؟ ما في أمل. لأنها خلاص صح، أمل موجود ضعيف، أمل ضعيف موجود، أمل ضعيف. فإذا مصلحة النكاح ما هي؟ التوالد صح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا، تناكحوا تكاثروا. لو تزوجت مثلا أنت والدتي عمرها 58 سنة أو 57، هل في أمل أن تلد؟ ضعيف صح ولا؟ ضعيف. إذا هذا أمل متوهم أو غير متوهم؟ متوهم صح ولا؟ واحد بيخطب قلت له احنا بنزوجك والدتي، جالس يضحك، قلت له مالك ما زالت ما شاء الله قوية. سن الياس في خلاف، قيل 50 وقيل 60 وقيل 70. نعم، هذا العادة، هذا العادة، هذا العادة، البلغة سن اليأس، لأنه قالوا التي لم تحض تنتظر إلى سن اليأس لتعتد. وهذا شديد، شديد. فمن نكح الآيسة التوالد ضعيف وغير ضعيف؟ ضعيف. إذا هذا نكاح لمقصد متوهم صح ولا؟ ممكن، ممكن في تركيا قالوا الآن اثنان كبار في السن الآن، الزوج عمره 80 والزوجة عمره 75 ولدت. الآن في الطب الحديث ممكن، أولا قديما نعم وقائع قد يقع، لكن قلنا أنه ضعيف. يقول الآن مع الطب الحديث احتماله قوي، والله أعلم، يقولون أن الآن مع الطب الحديث الآن احتماله قوي، حتى الآيسة تصير قادرة على أن تلد. صحيح هذا؟ بالأدوية والعلاج. بسبب الأكل غير طيب. لا بس هم يستطيعوا يعالجوه، يعالجونه ومنشطات، وما شاء الله. هذا في تركيا قالوا عمرهم مرأة عمرها 75 سنة حبلت، 75، هذا من الغرائب يعني. بعضهم سبحان الله، أنا أعرف هذا واحد زميلنا في الرباط من البيضاء، هو عمره كان زميلنا، هو عمره 21 سنة، وأبوه عمره 121 سنة، أبوه أتى به على رأس المئة، رأس المئة ولد، قد توفي هو، هو من قدامة اللي درسوا عند مؤسس الرباط أبوه، أولاده توفي، هو هذا ولده 101 عمره 21 سنة جاي يدرس، أن أبوه أصابه لأنه درس هنا. يعني 121 سنة. الشيخ اللي قرأت عليه البخاري المعمر 135 سنة، كان قوي يقوم بدون أحد يمسكه. بس هو وقالوا نظره كان جيد، ولكن بسبب التقدم في السن هذا الحاجب نزل وغطى عينه، ما يرى جيدا، قال يرى قليل. مرة انتبه لطالب كان يفعل السجارة، نحن نقرأ عليه، قال ترك السجارة، انتبه له، مازال ينتبه، نبيه هو، وهو عمره 135 سنة. ناف 135 سنة، هذا من المعمرين.
حتى استدعوا الحمد لله قرأناه وأجاز كل من قرأ عليه. نحن آخر بعد ما قرأنا عليه نحن بقيل توفي، وهو ما زال قوي يعني بكامل حواسه، حج على قدميه 90 مرة، 90 مرة حج على قدميه. قال أذكر مكة ليس فيها حتى الفوانيس، هو يقول ها مكة الفوانيس ليس فيها، النار فقط يوقدون النار فيها فقط، ليس في هذا الفانوس المصباح الذي من الغاز، لا ما زال غير موجود، موجود فقط النار. قال أتذكر، قال مكة هكذا حتى الآن من كثرة دخوله ولقدمه يدخل السعودية بدون باسبورت بدون شيء مسموح له، ما لأنه من قديم يدخل معروف، هو صالح. قال مرة كنت أمشي في الوادي فجاء السيل، قال فصرت أجري في الوادي وجاء السيل هذا من المطر، قال فلحقه وغرقت، قال وتوقعت الموت، قال خلاص صرت قال أرى للسواد للموت، قال فجاء رجل قال وسحب سحبني قال من تحت وقال لي قم يا أحمد قاسم، قال ورماني خارج البحر وأنا قال الماء قد بدأ يدخل فيه، قال ورأيت بعدين قال وأنا بشبه مصاري رأيت هكذا التفت أين هو ما رأيته، شخص أنقذه جيبا ورجل صالح من الصالحين. نعم أيوة أي أي في سند البخاري هو أجازني في كل مروياته. وانتفاءه بنكاحي أرجح من إيش من حصولي صح ولا أرجح من الحصول واضح. نعم تواصلون إلى ساعة كم اليوم تعوضون أو كيف بخيرتكم؟ أنا ما عندي مشكلة، أنا نشيط شربت القهوة الآن ما شاء الله. ما شاء الله ننظر البقية. أستاذ إبراهيم كأنه بدأ يتعب صح قليلا صحيح، أنتم كيف تعبتم؟ أليس ما شربت القهوة أنت؟ ما زادت؟ ما تكفي؟ أنت شربتها كلها؟ أوه لا يريد هو، بعدين شربتها أنت كلها ما شاء الله، كلهم لا يريدون، وزع، وذهب النوم، أيوة بسم الله واصل، أيوة، أيوة بسم الله، أيوة. بالأخيرين من الأربع، الأول بلا خلاف صح وهو اليقيني والظني، بقي ماذا؟ المتوهم والذي فيه شك، هل يجوز التعليل به أم لا؟ الأصح أنه يجوز، على هذا يكون الاثنان يعلل بلا خلاف، واضح الاثنان يعلل بلا خلاف، القتل عمد العدوان مع أن لأنها الغالبة صح، أيضا صحة العقد يعلل صحة يعلل وجود الملك بالعقد صح ولا؟ العقد الذي استكمل الشروط هذا بلا خلاف، أيضا الأخيرين يعلم فيعلل وجوب الحد بشرب الخمر صح ولا مع أن تحصيل الزجر مشكوك فيه صح ولا، أيضا يعلل صحة النكاح الآيسة لظن الولد لأن المقصود بالنكاح ما هو ظن الولد، أيضا استيفاء الشهوة بس الولد هو المقصود الأعظم فيصح أن يعلل به وإن كان متوهمة وإن كانت إيش متوهمة. أيوة والدليل على أن ذلك زكريا بشر الله بغلام صح مع أنه قد بلغ من عمر وامرأته عاكر وآيسة واضح، لكن لا شيء عند الله مستحيل لا شيء. ماشي قال ايش؟ أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء، مساوي الحصول والانتفاء يعني يستويان صح ولا أو متوهم. أيوه مرجوح حصول هو المتوهم صح يعني مرجوح حصول، إذا يجوز التعليل ولا يجوز؟ الله صح أنه يجوز. أيوة نظرا إلى حصولهما في الجملة، أنه يحصلان في الجملة وإن كان أحدهما بمرجوحية والآخر بتساوي فنظرا لهذا يجوز التعليل. وقياسا على السفر في جواز وكذلك قياسا على السفر، ألا ترى أن السفر قد يحصل المشقة وقد لا يحصل إيش
المشقة صح ولا مستويان؟ قد يكون الشخص ليس مرتي يحب السفر، واضح، يرتاح عندما يسافر، بعضهم يعشقون السفر صح ولا، فلا تجدهم يتعبون في السفر أصلا. أليس الذين يسافرون مثلا من كوالالمبور إلى مناطق سياحية تجدهم مسافة قصيرة ولا، وتجدهم ما يتعبون مرتاحين ويتون ويسمرون إلى آخر الليل، أين المشقة في حقهم؟ ما في مشقة، لكن قلنا أن هذا بحسب الأصل صح ولا، فيعلل بالسفر لأنه مظنة للمشقة، والنكاح من حيث هو مظنة ليش؟ للولد. أيوه هذا يعني مقاس الذي يعمل المصنف ويقيس الكل على الجزئي. أيوه أيوه، كيف يقيس الكل على الجزئي؟ هذا الحكم كله يعني الذي يتساوى فيه أصول الدفاع والمرجوح المحصول يقيس على مسألة الجزئية. لا قيس على، لا قيس على انه مظنه، نقول انه مظنه، يظن منه حصول الشيء، يعني يمكن ان يكون منه، لكن قد يقال هذا ليس مظنه صح، متساوي، ان احدهما متساوي يجعله كالمظنه صح، لان الان السفر هل هو محقق حصول الحكمه؟ محقق او غير محقق؟ غير محقق، وعللنا به لان هذا ثبت بالنص، الحكم ثبت بالنص صح ولا، وجاز التعليل به صحيح؟ قال إذن هذا مثله، هذا مثله، نعم. لا قد تقول بينهم عموم وخصوص وجهي صح، مظنة الشيء، لأن هذا في الحقيقة هو عبارة عن 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 ما يظن منه الشيء، لكن هو ليس يظن، إذا أردنا بالظن ما يشمل المتوهم، يشمله أو لا يشمله؟ يشمله، بهذا الاعتبار فهو شامل، فنقيسه على، إذن قياس جزئي على جزئي بهذا الاعتبار يكون شامل لهم. لابد أن نجعل شيء عام عام حتى نلحقه بهما، وهي العلة أن كلهما مظنة بمعنى يتوهم منه شيء، وليس مراد بالظن الرجحان، لا، وإلا ما صح القياس. أيوة، قياسا على السفر في جواز الفصل للمترفه في سفره، معنى ما حصلت الحكمة صح ولا، مفهوم ما حصلت، لكن نحن نقول إيش؟ أنه مظنة صح، لكن قد يقال إذا ردنا بظن بمعنى الغالب ما صح القياس. أيوة، ترخص جملة، نعم. وقيل لا يجوز التعميم بهما لأن أولهما مشروط الحصول وثانيهما مرجوح. نعم مرجوح، وهذا ضعيف صح ولا، هذا ضعيف، فكيف لا يجوز التعليل به نظرا لإضعافه. نعم، الأول الأربعة وثانيها فيجوز التعليل به بلا خلاف، بقطع يعني بلا خلاف، وتحصل أن الأربع الأقسام الأولان بلا خلاف يجوز التعليل بهم، والثانيان على الأصح ومقابل الأصح لا يجوز. فات النصف. كم قال لنا؟ نصف؟ ثلث. خلاص غدا نعوض إن شاء الله. صحيح يا شيخ، المؤثر قريب، المؤثر هو الطويل. الولد وقضاء الشهوة عدة أشياء، الولد واستيفاء الشهوة أيضا، بس هنا نظر إلى الولد لم ينظر إلى استيفاء الشهوة. لكن اليائسة، حتى اليائسة الكبير في السن قد يكون فيه الشهوة إذا كان جميلة، ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. مرة في عندنا في النباغية قديم كان في واحد، أحد من الأخوة من أهل النباغية، تزوج سرا امرأة عمرها قرابة 60 سنة وهو عمره 20 سنة أو 19 سنة، وليس المال هو الذي دفع المال، المرأة هذه حتى ضعيفة لا تستطيع تقوم، يقيمونها من شدة ضعفها، وتزوجها وكان خاطب، يعني كان يعني كان خاطب لبنت شخص معروف، وايضا ما شاء الله جميله، يعني البنت اللي خطبها انا اعرفها.